وإذا الغرب بده يفرض عليكم رئيس بخلاف الدستور، طب خدوا منه على القليل التزام وعلني برفع الحصار على لبنان. كلامك وتفكيرك رح يعبروا عن موقف التيار، لأن اليوم عم بختارك نائب رئيس للعلاقات مع الأحزاب الخارجية. بتمنى مثلا انه يصير في تفاهم، انه هالتفاهم يتم الاتفاق فيه على استراتيجيه دفاعيه لحمايه لبنان، وضع سلاح حزب الله بامره الدوله اللبنانيه. اللي خرب عهد الجنرال هو حزب الله، هو الثنائي وحزب الله، اوعى حدا يقلكم غير هيك. حزب الله القوات اللبنانية. القوات اللبنانية طبعاً. القوات اللبنانية. لما لا يقبل شك القوات اللبنانية. حليفكم حزب الله. رح عدوكم اليوم القوات. لا لا، القوات اللبنانية مش عدونا. وأيام السبعينات وقت اللي كانوا يجوا المنظمات الفلسطينية يقطعوا من هون ويجوا يعملوا زي الشيء، هذا اللي صار شيء منه مقبول أبداً. مع ربيع عواد يلي تم تعيينه نائب رئيس للعمل الوطني. او رشح حزب الله، ما المفترض يروح يستعطي تيقدر يفوت بلاحة؟ وهيدا معنى التزكية للمرة الثالثة، لأنه التيار يلي عنده حرية الخيار حدد خياره، وخياره هو ثقة بمساري وبخيارات التيارية والوطنية.